الله ما ضربها بالسيف كرامو كلاشي بلغا ودلعني. انت القمر وانت الشمش، انت الورد وانت الياسمين، انت مشى وانت الكلب يا كمود. همالك قط عاش نقول لك طبت اخوي، ما حيتي امي واختي وما حيتي مرتي، ما عليك غاب الصبر والعقل، امك عليك حق ومرتك عليك حق، وزن بيناتهم بالحق، امك هي الاولى تصبروا ليها وتهزوا ببالها، ومرتك صبرها وطبطب عليها وما تخلي حد يظلم حد، ووصيهم اللي درتها شي حاجه هتقولها لك انت ولا تناقر وحده مع الاخرى، والله يدير لكم تاوي ديال الخير هاو الجميع. امين. قدور وانت خنقتو غدا نتفرقع، خرجني شويه يضربني البرد. هاو فين غنخرجك؟ ولا خرجتك خاصني نخرجهم حتى هما مزوقه فيك راسي غيتفرقع. واخا لال، ولكن غدا تسلي وتسدي باب البيت بالساروت وتسابقيني لتحت حتى نساهيهم. هاو الحق عليك. واخا زماني امي، هانا غادي نهبط نشرب شي قهوه ورجع، ورا عويشه نعسه في البيت ساده عليا دارها راسها. واخا وليدي سير الله. هي ارتاحيتي شوية دابا؟ الحمد لله. ايوا كي قلت لك امي هي امك، صبري ليها وهزي ببالها، ولا ضراتك شي حاجة امرك جاوبيها وقوليها لي انا، وانا اللي نتفاهم معاها. تفاهمنا؟ تفاهمنا. وضحكي وبيني لي دوك السنان، هاللي كل وحدة قد كامل غزال. ياك العدو. مالكم اش كاين؟ ملي خرجتي عويشة تغوت على امي وتعاير فيها. عويشة ضربتني وريشتني وقتلتني على اخويا. اليوم ناكل اليوم ندقدقها. وسمعوا انا غادي نزيد في التلفازة باش الجيران ما يسمعوش الغوات. والله دخلت فيكم شي وحدتكم هاي لا ما لحقت عليها.